أطلق مدير عام تعليم جدة الدكتور نايف الزارع مسابقة فنون جدة مواهب في خدمة الوطن في نسختها السادسة بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الموهوبين في مجال الرسم وبحضور عدد من قيادات التعليم والإعلاميين والمثقفين وعدد من مديري الدوائر الحكومية. وقد نظمت المسابقة من قبل مكتبي تعليم النسيم للبنين والوسط للبنات. يمكن زي ما انت شايف اليوم يعني تجمع كبير للفنانين التشكيليين وللطلاب اللي عندهم مواهب فنية، وأعتقد أنه واحدة من الأشياء اللي احنا لازم نركز عليها المواهب الفنية. وإحنا سنوياً الحمد لله يمكن في فنون جدة بنسختها السادسة، وفي مبادرات ومسابقات أخرى يعني تعمل عليها الإدارة في مكاتب التعليم تهتم بالفن بجميع أشكاله. كما رأيتم اليوم هي تظاهرة رائعة جداً، كان هناك قدوات لأبنائنا الطلاب في الرسم في المواهب التي في حب الوطن، فكان هؤلاء الطلاب هم فعلاً بأناملهم الرائعة رسموا مواهبهم وتعبيرهم في حب الوطن. كان الهدف من هذه المسابقة أيضاً أن نحن نخرج الطالبات من أسوار المدرسة إلى الأماكن العامة حتى نزيد الثقة في أنفسهم، ولكي يجربوا التجربة هذه الفنية في مكان أو فرص أكبر. تجول مدير التعليم بين المتسابقين مستمعاً لأفكارهم وثقافاتهم الفنية المختلفة، كذلك افتتح ورش الرسم المصاحبة لكبار التشكيليين في محافظة جدة وورشة الخط العربي وفنونه. الفن ومادة التربية الفنية ومخرجات التربية الفنية في دائما في 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 تطور وفي اهتمام واضح، سيما انه سيدي ولي العهد حفظه الله اطلق مقولته الشهيرة: انا احب الفن واتذوق الفن. من هنا انطلقنا حقيقة هذا الصباح بعدة مواضيع، 12 موضوع سابقة مفتوحة للطلاب، عن الحرب على المخدرات، عن معالم التطور العمراني في السعودية، إضافة إلى التشكيل بالخط العربي. وكما رأيتم تحولت من مسابقة حقيقة إلى مهرجان. شاركت في 3 لوحات، شاركت لأنه استهدفني وشدني موضوع المسابقة، وفيها ناس كبار ويعني ما شاء الله يعني أعطونا الدعم اللي محتاجه إن شاء الله. من خلال رؤية المملكة العربية السعودية تم رسم هذه اللوحة بالفن التشكيلي ودمجت فيها الكعبة المكرمة، وإن شاء الله بضيف عليها الخط العربي. تم رسمها بالفرش والألوان الأكريليك والسكين، وإن شاء الله بضيف عليها كمان السلسلة. قاعدة أسوي لوحة للعمل التطوعي، إحنا فريق هالتايم هنا الرمز حقنا، وكمان العمل التطوعي إدارة الموارد البشرية. استخدمت هنا خط الرقعة، لونا فيه اللون أسود، بعدين استخدمنا درجات اللون الأخضر عشان يعني تعبر عن العلم السعودي وزي كذا. أثبتت مسابقة فنون جدة أنها حاضنة وداعمة للموهوبين والموهوبات، وخير دليل على ذلك وصولها للنسخة السادسة ومشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات. لقناة إقرأ من جدة، أحمد الشبيلي.